يا شباب ايوه كده الصوت واضح؟ واضح هو 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 <تصفيق> <تصفيق> واضح تمام طيب النواصل انت البروجكت أه. بتاعك ده الحته بتاعت البروجكت أه. ايوه عفوا الفيسبوك تقريبا لسه اي الفيسبوك لسه ايوه انا في ناس متابعه على الفيس حتتصيع كده <applause> لا ما في مشكله ماشي عليه وناس بيعمل في كونكت كونكتنج لل ليو. ايوه طيب الـ الاسكوب مانجمنت الاسكوب اللي هي شنو يا جماعه انه يا اخي الاسكوب اللي هي بالعربي كده يعني نطاق بتاع حاجه معينه يعني كويس اللي هي طبعا هي الكلمه جايه من لو شفتوا الملعقه اللي بيشيلوها الايس كريم المدوره دي في محلات الايس كريم سامعني؟ أوه. ايوه سامعني دي اسمها سكوب اوكي فالاسم جا من هنا انك انت يا اخي النطاق بتاع البروجكت بتاعك ده اوكي النطاق بتاع البروجكت بتاعك ده المفروض من البدايه انت تكون عامل له بلان لحته معينه ما يفوته اوكي لو مشى البروجكت بتاعك ده طلع من ال... طلع من السكوب بتاعه معناها لازم انه في مشكله المشكله دي يقوم يرجع لل لل للتشنج اوكي okay? انه والله يا اخي نحن عندنا مشكله فنحن دارين عشان نحل المشكله دي فبنمشي للتشنج التشنج مانجمنت اللي هي الحته بتاعت تمشي للبورد والبورد ابروف التشنج ولا لا بعد ذاك لو التشنج ابروف بترجع تغير في السكوب بتاعك فواحده من انك انت السكوب الحاله الوحيده الـ الـ اللي بتغير فيها السكوب بتاعك الحته بتاعت التشينج لكن غير كده المفروض البروجكت بتاعك ده ما تغير فيه اي حاجه يعني يتنفس زي ما هو تمام فنحن الليله ان شاء الله هنتكلم عن الحته دي الحته بتاعت الـ الحته بتاعت البروجكت سكوب اي هوب انه الصوت تمام يا جماعه لحد الان لا الصوت واضح الصوت واضح مش عارفين بسيطين ايوه واضح الحمد لله واضح اوكي واضح, واضح. اوكي تمام يا دكتور ايوه المشاركين لسه ما دخلوا احنا بس تقريبا ثلاثه او اربعه بس خاشين نحن. خاشين عليكم يا سيدي خلاص ايوه تمام الصوت ده بس يكون الـ 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 الانترنت لانه الانترنت ذات اليومين دي مع القاعده بتاعت البيت دي ضغط عليه وتقيل طيب شايفين ال ال السلايد بتاعت الدرس يا جماعه ايوه واضح ايوه اوكي تمام طيب نحن الليله ان شاء الله حنتكلم عن البروجكت سكوب مانجمنت حنجي نشوف في البروجكت سكوب مانجمنت دي فيها شنو اوكي طيب الاجنده بتاعتنا الليله ان شاء الله حنتكلم عن انتروداكشن لسكوب مانجمنت اوكي شويه كده ناخذ لنا فيها كم دقيقه الحته الثانيه حنمشي نتكلم عن بلان سكوب سكوب مانجمنت اي واحده يا جماعه من العشره نولج اريا اوكي كده واحد مذكر لنا النولج اريا دي المذكر فيهم كم؟ المذكر, يده. المذكر فيهن واحدة, اتنين, تلاتة, يرفع يده المذكر فيهم واحده اثنين ثلاثه يرفع يده ادم انتجريشنز انتجريشن والبلاننج وال, uh, وال وال والـ والـ Controlling and and ما لدينا الـ Controlling and Score؟ لا 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 العشرة Knowledge Areas ما 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 ال, ما الـ ما الـ ما الـ Processes ال ال فيها جوا بس الـ Knowledge Area هي ذاتها شنو ما Knowledge Area دي جوا فيه Processes يعني مثلاً الـ واحدة من الـ Processes بتاعتها uh, develop Project Charter آه أوكي okay? واحده منهم مثلا مانج بروجكت ورك دي واحده من البروسيس بتاعتها فاطمه في uh, الاسكوب um, ابدا من البدايه دبل الكوست مانجمنت يس سكوب مانجمنت انتجريشن يس ولا في طيب الكوست مانجمنت الكوست مانجمنت what resource management what resource management what resource management iowa um halas okay, <laughs> uh, uh, the okay. A risk a risk a risk for communication for Or stakeholder for well, stakeholders ثاني الجدول مانجمنت okay. اوكي ثاني ما, ما بتذكر ثاني ما بتذكر اوكي ما في مشكله اها مين معانا في ال نسرين شايفك رافعة يدك ايوه وال... الستيك هولدر والريسك والكوميونيكيشن والريسورس والكواليتي والكوست والسكيل و الانتجريشن وتقريبا السكوب مانجمنت السكوب مانجمنت ملي...

والبريكرومنت اوكي ثانك يو والكواليتي تقريبا والكواليتي yes. يس أيوة. طيب يا جماعه عشان عشان تحفظون في في نايل لذيذه جدا جدا كويس عشان تحفظون الاي الحرف الاول من الكلمه اللي انا حقول لكم دي اي سو اي سو 6 كارز كويكلي ريب كارول رير سيد باسينجر. لا تكتبها بكتبها لكم في ال... بكتبها لكم في الجروب طيب أيوة هي أيوة. هي من البدايه اللي هي الانتجريشن رقم واحد رقم اثنين السكوب مانجمنت اللي هنتكلم عليها الليله ثلاثه السكيل مانجمنت بعد ذاك بنمشي للكوست بعد ذاك بنمشي للكواليتي بعد ذاك بنمشي للكوميونيكيشن ريسورسز ريسك آه بر... آه بركيرمنت آه بر... آه واخيرا الستيك هولدرز تمام هي دي مفروض التين ديل يا جماعه يكونوا يعني انت ما بالضروره يكونوا في اي بروجكت ممكن انت بتشيلهم على حسب البروجكت بتاعك لكن فيهم وحدات فيهم زي اربعه او خمسه ديل ثابتات اللي هو منهم الانتجريشن دي ثابته في اي بروجكت فيهم السكوب بتاعة الليله دي دي ثابته في اي بروجكت فيهم السكيدل اللي هو ده تايم بتاع البروجكت وفيهم الكوست والكواليتي والستيك هولدرز اوكي okay. مرات الكوميونيكيشن ما بتحتاج ليها اوكي okay. مرات الريسورسز ما بي يعني بيكون بيدخلها في بيدخلها يا دخلتها مع الكوست لو حسيت انه ما انت ما محتاج لريسورسز كثيره اوكي فعلى العموم انت حسب البرنامج اللي انت عايز حسب البروجكت اللي انت عايز تنفذه تمام طيب نحن الليله ان شاء الله حنتكلم عن ال في الـ في ال في ال اسكوب مانجمنت يا جماعه عندنا بلان سكوب مانجمنت وعندنا كولكت ريكويرمنتس اوكي وعندنا ديفاين سكوب، فاليديت سكوب، وكنترول سكوب، اوكي؟ الثلاثه الاخيرات ديل هنتكلم عنهم بكره، لكن الليله بس هنتكلم عن الثلاثه الفوق فوق ديل. Uh, introduction to the scope management، بلان سكوب management، والريكويرمنت requirement. requirement. يا جماعه متطلبات المشروع. كل متطلبات المشروع. Uh, من resources، من quality، من زمن، من كوست، uh, كل شيء. هنا في الحته بتاعت الكوليكت requirements. فانت سيدنا حنوريك كيف تعمل كولكت uh, للريكويرمنتس بتاعت البروجكت اوكي طيب اول حاجه يا جماعه ليه إحنا عندنا حاجه اسمها سكوب مانجمنت انت عشان تتاكد انه اي حاجه انت هتعملها دي ده شغل البروجكت يعني انا عندي مثلا بديت البروجكت بتاع ده المشروع بتاع ده بديته يوم واحد واحد انا من يوم واحد واحد لحد نهايه البروجكت اي شغل بشتغله مفروض يكون فقط للبروجكت ده اوكي بعد ذاك انك انت تتاكد انه الحاجات دي يعني واضحه جدا جدا انه البروجكت بتاعك ده داري يعمل شنو والله انا البروجكت بتاعي ده داري ينفذ عماره العماره دي خمسه طوابق اي طابق فيه ثلاثه شقق اوكي اي شقه فيها كم غرفه اي غرفه فيها كم شباك اوكي ال بعدين السطوح شكله حيكون كيف الحوش حيكون كيف انت حتزرع شجر ما حتزرع شجر اوكي دي هي يا جماعه دي اسمها اي واحده من ديل دي انت في البرنامج في في البروجكت بتاعك ده حددت انه والله الطابق يكون فيه خمسه فيه ثلاثه شقق خلاص انت حت يعني ده ده بتاعك الا يحصل شنو بعدين يحصل تشينج ريكويست انت بعد ده بتيجي تغير في الاسكوب بتاعتك. بتغير بدل مثلا شقه بدل ثلاث شقق شجت دارين شقتين كبار بدل والله الشبابيك دي مثلا تكون القياس الجي بتاعها كده يتغير القياس بتاع للشكل الفلاني اوكي فدي دي المقصود بيها هنا ال 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 الاسكوب تكون واضحه جدا جدا اي واحده من دي اسمها سكوب يا جماعه اي مرحله من مراحل البروجكت اسمها سكوب تمام طيب في الحته دي يا جماعه ما بتقدر تغير السكوب الا بابروف تشينج ودي واحده من اللي بتجي من الازل اللي بتعقد الناس يعني انت لازم تعرف انك انت لانه مرات يقول لك والله يا اخي ال... ال... الزبون طلب تغيير واحده من الاجابات انت المفروض الحاجات تعملها تمشي تغير السكوب الإسكوب, الاسكوب ده انت ما بتهبّشها الا يجيك ابروف Uh, change ريكويست يعني الريكوست بتاعك ده مشال البروسيس بتاعته مشال اللجنه بتاعت التغيير لجنه التغيير شافت كل الحاجات كويس انه والله يا اخي الموضوع ده خلاص ابروف قبل يا جماعه قبل اول حاجه نحن نرجع بس سريع انه الشينج الستيب بتاعت الـ change، اول حاجه الكاستمر طلب التغيير مجرد ما طلب التغيير يا جماعه انت بتشوف التغيير بتاعك ده بياثر التغيير بتاع الراجل اللي طلبه ده بياثر على على المشروع في شنو؟ اوكي؟ لو حسيت انه والله حيغير في في المشروع في حاجه في الزمن بتاع المشروع او في 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 القروش بتاعت المشروع الميزانيه او حيغير في بعدين البرودكت شكله حيكون كيف؟ انت بعد ده طوالي تعمل ريكويست لتشينج يعني عشان يكون بصوره رسميه لكن لو حسيت انه والله يا اخي التغيير ده عادي ما حيأثر علينا اوكي هو مطلوب التغيير ده ما 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 تغيير غير مطلوب اوكي تغيير يعني فعلا مطلوب انت متاكد منه مطلوب انت كمدير مشروع اول حاجه من البدايه تحاول انه بقدر الامكان انك انت ترضي الطموحات بتاعت القسمه اوكي حسب البلان مش ترضيه يعني تعمل له حاجه ما موجوده في البروجكت لا حسب الشيء اللي انتم اتفقتوا عليه قبل في البروجكت كارتر وجيتوا عملت له بلاننج خلاص انت مفروض الحاجات دي تمشي لو حصل اي تغيير ديفيشن في الـ في الـ في البلان بتاعتك او في سوري في تغيير من الـ من الـ من الستيك من الاسبونسر راعي المشروع او من الزبون اللي انت مفروض تنتج ان له حاجه معينه اوكي انت طوالي بتبدا تشوف حساباتك تتاكد انه والله يا اخي الحاجه دي حت حتضرني هنا او حتضر هنا اوكي عشان انت لما تمشي للجنه بتاعت اللجنه بتاعت التغيير دي حاجاتك تكون جاهزه اوكي لانك انت واحد من الناس اللجنه انت واحد من الناس اللي بيتخذوا القرار في في اللجنه دي فلازم من البدايه تكون حاجاتك واضحه والله التغيير ده لو حصل المشروع ده حيتاخر اسبوع التغيير ده لو حصل المشروع وقته ما حيتاخر لكن محتاجين لقروش طيب نحن عشان ما نصرف اوكي نحن ممكن نعمل حاجة ثانية ممكن نقلل في الكواليتي دي بالمناسبة في المشاريع انك انت ممكن تقلل في الكواليتي ما الكواليتي اللي بتأثر على النتيجة النهائية لا في كواليتي في حاجة معينة يعني مثلاً اوكي وتغيير في الكواليتي ما يأثر ما يأثر على البروجكت تمام يا شباب في أي سؤال هنا أنتوا سامعيني كويس يا جماعة واضح تمام يوسف كثير افضل من اول كثير تمام معناه انت عارف المشكله مع مع الفيسبوك لانه وسع الفيسبوك ما ما شغال يوسف موجود يا جماعه يوسف موجود هاي واضح اه الامور كلها تمام معك والله مظبط 100 مئة. اوكي تمام طيب نمشي لنشوف البروسيسز في 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 البروجكت اول انبوت والاوت بوت عفوا يا دكتور رافع تفضل ما معلش ما شفتك ما في مشكله بالنسبه لاي تغيير ما هو تقريبا بنسبه يمكن 90 ولا اكثر من 90% يا اما حاثر على الكواليتي يا اما حاثر على الريسورسز يا اما حاثر على البادجت يا اما حاثر على التايم لاين ايوه صح صح طيب في الحاله دي بما انه حاثر على واحده الحاله دي الحاله دي اوريدي موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في ما حنعمل تعديل في الشارتر <applause> لا ما حد عنده في تشارتر لا التشارتر يا يا خالد لو بيتذكر ما فيه التفاصيل الدقيقه التفاصيل الدقيقه دي في البلان في البلان في البلان بتاعت المشروع نحن من نتكلم عن البلان بتاعت الـ الإسكوب ذاته نحن في المرحله بتاعت بلان سكوب مانجمنت طيب السكوب بيعني الحاجات الجنرال ما الحاجات الديتيلز يعني لا الديتيل ده اللي في السكوب في البلاننج المرحله بتاعت البلاننج هي الديتيلز لانه نحن هسه بنتكلم ما بنتكلم في الانيشيتنج خلاص مشينا من الانيشيتنج الانيشيتنج دي الخطوط العريضه اوكي اوكي تمام تمام, تمام. طيب نمشي للسلايد اللي بعدها نشوف ذاته السكوب مانجمنت دي طيب بلان سكوب مانجمنت بروسيس يا جماعه الانبوت بتاعتها البروجكت شارتر يا خالد شفتها؟ لان هي دي بلاننج دي دي واحده من البروسيس بتاعت الـ واحده من النولج اريا بتاعت البلاننج انت كيف تعمل بلان لنطاق المشروع بتاعك اوكي؟ okay. وهنا لما يقول لك بلان سكوب مانجمنت انت معناه عايز تطلع لك في النهايه بلان عشان تعرف بيها السكوب بتاعتك شنو وانك انت حتديره كيف يعني حدير الاسكوب في اول نطاق بتاع المشروع خلال المده الزمنيه بتاعة المشروع اوكي عندك البروجكت مانجمنت بلان اللي عملتها اول في عملناه قبل ثلاثة يوم اوكي دي انت محتاج لها هنا معلش في لا عايز لحظة بس في اوكي okay. اوكي okay. طيب انت عندك محتاج للبروجكت مانجمنت بلان الخطه اللي انت بتدير بها المشروع بتاعك انت محتاج ب... محتاج لها هنا اوكي okay. لانه هنا حتستخدمها حت... حت في 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 الـ في في البروسيس دي عايز الكواليتي مانجمنت بلان يا عامر احنا لسه ما تكلمنا عن الكواليتي مانجمنت بلان اوكي لكن ما شوف جايه هنا فانت بعدين لما لما نجي ناخذ الكواليتي مانجمنت بلان دي حتقع عليك بصوره 200% مش 100% لكن انت محتاج للكواليتي مانجمنت بلان بتاعتك للسكوب عشان بعدين انت اي سكوب اتنفذت وبقت ديليفربول انت تقدر تعمل ليها تعمل ليها كواليتي تعمل ليها كنترول اوكي عشان كده انت محتاج لحاجه اسمها هنا كواليتي مانجمنت بلان محتاج للبروجكت لايف سايكل ديسكريبشن يعني مثلا البروجكت بتاعك ده يا جماعه سوفت وير اوكي طبعا احنا عارفين يا جماعه اي سوفت وير للناس اللي عندهم اي تي باك جراوند انك انت في حاجه اسمها الاوتو فول لايف سايكل انك انت والله البروجكت ده بيبدا من الـ ال مش البروجكت هو سوري السوفت وير بتاعك ده اول حاجه انت في حاجه اسمها الفيزابيلتي ستادي بعد داك في الحته بتاعت الفيزابيلتي ستادي بعد ذاك الديزاين بعد ال امبلمنتيشن بعد ذاك بتعمل له تيستنج بعد ذاك انت خلاص بتسلمه لل بتسلمه لل اسمه شو؟ بتسلمه لصاحبه لصاحب المشروع او انت لو كنت اصلا حتعمل السوفت وير ده. انت اي بروجكت يا جماعه عنده لايف سايكل محدده لو متذكرين اللايف سايكل الاولى اللي نحن تكلمنا عنها اوكي؟ اللي هي الفتره التخطيط البروجكت في البدايه البلان بعد ذاك الشغل بتاع البروجكت بعد ذاك كلوز البروجكت اوكي انت عايز تفصيل انه والله البروجكت بتاعك ده اللايف سايكل بتاعته حتكون كيف لانه المشروع بتاعك ده لو لو كونستراكشن مباني بيختلف من انه يكون حاجه بتاعت سيرفيس اوكي okay. مثلا هسه دي احنا يا جماعه عندنا مشكله بتاعت انترنت في السودان دايرين نعمل مشروع okay. اوكي ناس وزاره الاتصالات والجهه المزولة دي دار تعمل مشروع عشان تشوف المشكله دي شنو اوكي okay. طيب المشروع ده مفروض اللايف سايكل بتاعته تكون كيف؟ اوكي هل المشروع ده هو مشروع خدمي؟ هل المشروع ده هو سوفت وير؟ اوكي برنامج حيطلع لنا بعدين ننزله في الكمبيوترات وكذا اي اي باختصار كده انت محتاج تعرف انه اللايف سايكل بتاعت البروجكت بتاعك شنو؟ الدوره الحياتيه بتاعت البروجكت بتاعك تكون كيف؟ بعد ذاك الديفلوبمنت ابروش دي برضه طابع عليها يعني اوكي الحاجات دي يا شباب ما بالضروره تكون في اي بروجكت هو بس يعني بديك لها امثله يعني انت بالذات هنا الديفلوبمنت ابروش الديفلوبمنت ابروش دي دائما يا جماعه للمشاريع اللي عندها علاقه بالاي تي للسوفت وير للبرامج بتاعت الكمبيوتر اوكي دي بتكون انت محتاج لحاجه اسمها ديفلوبمنت ابروش اوكي انت البروجكت بتاعك ده ما عنده علاقه بالبرامج بتاعت الكمبيوتر ما بتشتغل بالحاجه دي كثير ما عندك بها شغله اوكي بتجي للانتربرايز Environmental فاكتورز اللي اتكلمنا عنها قبل يومين والاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس انت دي محتاج ليها في اي واحده انبوت من البلاننج اوكي الانبوت هنا يا جماعه عندنا الاكسبيرت جادجمنت انت محتاج للناس الخبره اوكي okay. عشان عشان يحددوا لك الاسكوب بتاع الحاجات بتاعتك مثلا والله يا اخي المشروع بتاعي ده داير يطلع آه، نرجع للموضوع بتاعنا بتاع المباني انه والله شقك. طيب مفروض الشقه تكون كيف عاده المقاسات بتاعت الشقه أسهل لو مشيت لاي واحد آه، لاي بنا في السودان طوال بوريك بقول لك يا اخي الاوضه آه، خمسه في سته ثلاثه في اربعه يعني بتكون خلاص دي عارفه اوكي فانت بالتالي مفروض الغرفه بتاعتك دي يكون النايب بتاعك كده كويس الابواب عشان ما تجي تعمل لك ابواب بعدين تمشي تفتش مصانع الدنيا كلها ما تلقى ابواب تركب في تركب في الشقق بتاعتك دي او تعمل لك باب صغير ماي ستاندرد يعني مثلا في بريطانيا كل الابواب في بريطانيا كلها باب بتاع شقه بتاع مك ستاندرد الا الابواب الخارجيه يعني مثلا الاكزيت دورز دي مختلفه لكن الابواب عندهم مثلا الابواب بتاعت الشقق البرة دي مقاساتها معينه الابواب بتاعت الحمامات مقاساتها معينه يعني خلاص دي ستاندرد بتاعت البلد كلها فجبت لك اي واحد يبني لك بيكون عارف الحاجه دي اوكي دي انت محتاج للاكسبيرت ججمنت للحاجه دي تمام برضو محتاج للديتا اناليسيس في الديتا اناليسيس نحن قلنا يا جماعه عندنا حاجه اسمها التيرناتيفز اناليسيس اللي هي دي انت بتقارن مثلا انه والله يا اخي انا داير اعمل ابني بالطوب الحراري ولا البلوك ولا الطوب العادي اوكي بتعمل مقارنات بيناتهم فبتشوف انه والله يا اخي الطوب الحراري غالي لكن مثلا بريحني في الحته بتاعت لما رجع اعمل البياض او ما بحتاج بياض مثلا للناس الـ 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 يعني دي اسمها دي اسمها ديتا اناليسيس اللي هي انت بتقارن كم حاجه عشان تطلع الحاجه الكويسه منهم يعني للبروجكت بتاعك ده تمام ما بالضروره الحاجه تكون رخيصه ما بالضروره تكون غاليه بالضروره تكون بتنفع بس للبروجكت بتاعك انت تمام نجي للميتينجز انت محتاج ميتينجز عشان تو ميت شوف اي حته بتاعت يا جماعه تولز اند تكنيكس لقيت فيها اكسبير جادجمنت طوالي بتلقى معاه ميتينجز اوكي اللي هي انت بتجتمع بيهم عشان تقدروا تحددوا السكوب بتاع الـ بتاع البروجكت بتاع بتاعنا ده تمام الاوتبوت بوت نحن كل الهلمانه دي يا جماعه عشان نطلع بحاجه اسمها سكوب مانجمنت بلان وحنطلع بحاجه اسمها ريكويرمنت مانجمنت بلان حاجه اشرح لكم الريكويرمنت مانج بلان لكن هي دي احتياجات المشروع كلها اي حاجه انت محتاجها في المشروع بتيجي بتعمل لها الدي هنا البلان بتاعتها تمام اي سؤال يا شباب اوكي طيب نجي نشوف في فاكس عن البلان البلان سكوب مانجمنت في حاجات نحن لازم نعرفها عنها يعني كويس اول حاجه يا جماعه في نحن هنا قلنا الكواليتي مانجمنت بلان اوكي طيب نجي نشوف الكواليتي مانجمنت بلان شنو نحن حنتطرق لها في ال في الكواليتي بعدين لكن هسه هنا بديكم عنها خلفيه يعني اوكي الكواليتي مانجمنت بلان يا جماعه ديسكرايبس سوري في سبيلنج uh, ميستيك هنا ديسكرايبس اوبجكتيفز اتشيف اوكي طيب Sorry طيب، الـ quality management plan يا جماعة هي الخطة اللي بتحدد لك الـ policies وال الإجراءات وال واللوائح والجايد guidelines اللي أنت عايزها عشان تحقق الـ quality بتاعة الـ ده أوكي؟ okay? انت عندك مثلا زي ما هسه تكلمنا الحته بتاعت الابواب مثلا، نحن ل... عندنا الابواب مثلا في السودان ستاندرد. اوكي؟ انت اعتمدت على شنو انه الابواب دي ستاندرد؟ والله يا اخي انا اعتمدت على الناس الخبره اجيت قعدتهم في الـ في الحته بتاعت التول سان تكنيك قالوا لي والله يا اخي الابواب في السودان دي كلها القياسات بتاعتها كده، اوكي؟ تمام انتهينا. طيب نجي نشوف مثلا والله يا اخي الاعمده الاعمده دي المفروض تكون بالسمكه الفلاني مفروض يكون فيها كم سيخه لانك انت دار تبني خمسه طوابق دي هنا الجايد لاينز اللي انت محتاج ليها في في الحته دي تمام طيب نجي هنا يا جماعه في حاجه ثانيه اللي هي البروجكت سكوب مانجمنت ريكويرز تيلرينج اوكي يعني انت كبروجكت مانجر ما بالضروره تطبق كل حاجه انت عارفها في الـ في البروجكت مانجمنت فريم uh, ورك تجي تطبقها لنا هنا، لا انت بتشيل الحاجات حسب البروجكت بتاعك ده، لانه زي ما قلنا يا جماعه البروجكت ممكن البروجكت ده ممكن ده عايزينه يطلع لنا ريزالت، اوكي؟ okay. عايزينه يطلع لنا برودكت زي المثال بتاع ال, بتاع العماره، عايزينه يطلع لنا سيرفيس. سيرفيس اللي هي مثلا والله نحل مشكله ال, ال, ال الانترنت في السودان. ريزالت انه والله يا اخي انا داير ادرب ناس درب لحد نهايه السنه دار ادرب لي مثلا 200 مدير مشروع اوكي okay. برودكت اللي هي انتاج بتاع مثلا عماره عربيه يعني حاجه ملموسه يعني اوكي okay. فانت هنا محتاج على حسب البروجكت بتاعك ده تفصل من الـ من النولج 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 مانجمنت اريز في البروجكت مانجمنت بروفيشنال او في البي ام بوك جايد اوكي فهنا انت محتاج لحته بتاعت تيلرينج عشان كده احنا تكلمنا في البدايه يا جماعه انه واحده من الخصائص او السكيلز اللي بيكون آه متوفره في في مدير المشروع اللي هي حته بتاعت التيلرينج يعرف انه يشيل شنو ويخد شنو تمام ب يعني في النهايه عشان يصل نتيجة ما تضر البروجكت بتاعه بل تحقق الاهداف بتاعت المشروع تمام اي سؤال يا شباب هنا اوكي okay. نمشي للـ كونسيدريشن consideration انت المفروض لما تيجي تعمل Taylorine يا جماعه عشان تيجي تفصل دي تفصيل يعني بالعربي عديل تفصيل يعني لما تيجي تفصل في حاجات انت المفروض تاخدها في الاحتبار، اوكي okay. consideration consideration طيب في الـ consideration دي يا جماعه نجي نشوف اول حاجه نوليدج Requirements ريكويرمنت مانجمنت انت محتاج يا جماعه قبل امس تكلمنا عن البروجكت نوليدج ال ال انت محتاج لها هنا محتاج للنوليدج مانجمنت ومحتاج للريكوير الريكويرمنت require يعني محتاج للمعرفه بتاع محتاج للمعرفه بتاعه المشاريع ومحتاج لمتطلبات المشروع انه المحر.. المشروع ده محتاج لشنو اوكي okay. دي حاجه انت من المفروض لما تيجي تعمل تيلرينج تو الحاجه دي اوكي okay. انت محتاج تعرف انك انت بتين تعمل فاليديشن 200 وكيف اوكي okay. وتعمل كنترول على اساس انه ما يحصل اي حته بتاع التغيير لان احنا قبل اتكلمنا سابقا انه واحده من مهام مدير المشروع انه ما يخلي اي تغيير يحصل يتفادى التغيير في في المشروع بتاعه اوكي okay. فانت برضو المفروض تكون عارف والله يا اخي انا هستعمل الكنترول 200 وهستعمل الفاليديشن 200 الفاليديشن اللي هي تتاكد يعني اوكي okay. دي برضه هنيجي عندها عند فاليديت سكوب وكنترول سكوب دي هنتكلم عنها بكره ان شاء الله لكن دي من الحاجات اللي انت المفروض تكون عارفها كمدير مشروع او انت خدتها في بالك لما تيجي تعمل تشيل شنو وتخوض شنو عشان تدير المشروع بتاعك اوكي okay. في الديفلوبمنت ابروش الديفلوبمنت دي ابروش يا جماعه بتختلف زي ما انا قلت لكم انه من مشروع لمشروع يعني حسب المشروع بتاعك يعني مشروع بتاع اي تي مشروع بتاع تريننج مشروع بتاع مباني مشروع بتاع كباري مشروع بتاع صحي تضعيم اطفال آه محاربه ما بعرف الـ الكورونا في الـ دي كلها مشاريع يا جماعه مرض الايبولا في في في, في غرب افريقيا اوكي دي كلها مشروع اي مشروع انت محتاج لديفلوبمنت ابروش عشان تنجزه بتختلف من مشروع لمشروع تمام يعني المشروع بتاع المباني انت ما ممكن تبني الحيط بدون ما تعمل مثلا او قبل ما بتضرب البهيه قبل ما تعمل الكهرباء اوكي okay. اللي هي تمدد الاسلاك وكده يعني اوكي okay. دي واحده من اسم دي ديفلوبمنت ابروش تكون عارف انه والله يا اخي انا في ستيب في ستيب ما بعمله الا اكمل الثانيه اوكي okay. Stability of requirements متطلبات المشروع ده لازم تكون يا جماعه سا يعني لازم تكون ستيبل لازم تكون ما يعني يعني ستيبل الحقني يا خالد ستيبل اللي هي تكون تكون ستيبل المعنى بتاعها اه تكون مستقره مستقره شكرا جزيلا تكون مستقره تمام يعني أي حاجة أنت محتاجها للمشروع ده تكون مستقرة بمعنى أنك أنت والله يا أخي الريسورس بتاع الريسورسز بتاعتك أنت عارف تجيبها من وين الحديد مستقرة ت... مستقرة شكراً مستقرة شكراً أيوه مستقرة فتكون عارف أنك أنت أي حاجة حتجيبها من وين ولو أنه والله يا أخي الحاجة دي مثلاً ما هقدر الصبلاية ده ما حيقدر يجيبها لي في الوقت المناسب عارف أنك أنت حتمشي تجيب تكون من وين دي كلها المفروض تكون تو لما تيجي تعمل السكوب مانجمنت بلان بتاعتك اوكي لازم انت تكون عارف الجفرنس بتاعت بتاع البروجكت بتاعك ده كويس تكون عارف انه والله يا اخي البروجكت ده الشركه او الاورجنايزيشن بتاعت الشركه نحن الاستراكشر بتاعت الاورجنايزيشن اللي شغالين بها ويك ماتريكس او والله بروجكتايز يعني دي لازم انت تكون عارفة. تكون عارف الاسبونسر دخله شنو في المشروع وبتدخل 200 تكون عارف البي ام او المكتب اداره المشاريع انه دوره شنو؟ اوكي لانه احنا قلنا عندنا ثلاثة انواع من اداره مكاتب اداره المشاريع، واحد سبورتيف والثاني كنترولينج والثالث دايركتيف، انت لازم تكون في لما تيجي تشتغل البروجكت بتاعك تكون عارف انه الصفه بتاعت البي او بتاعك شنو؟ تمام؟ برضه تكون عارف التشينج كوميتي بتاعتك لانك انت بتحتاج للتشينج كوميتي دي لو حصل اي تغيير ودي تكلمنا عنها امس سؤال في سؤال يا شباب اوكي طيب نجي نتكلم إحنا هنا يا جماعه قلنا في عايزين حاجه اسمها ريكويرمنتس management بلان خلينا نرجع لكم لل سوري طيب نحن هنا يا جماعه قلنا هنطلع ب2 اللي هي السكوب مانجمنت بلان الدوكمنت اللي هي اول الوثيقه او الخطه اللي انا بعمل بها مانجلي للسكوب في المشروع ثاني في حاجه اسمها يا جماعه ريكويرمنتس مانجمنت بلان اوكي عايزين نشوفها هنا طيب اول حاجه الحاجه دي الخطه دي انت داير عايز شنو؟ انت عايز يا جماعه عشان تو بلان تراك اند ريبورت ريكويرمنت اكتيفيتيز الريكويرمنت اكتيفيتيز يا جماعه اي شغل في البروجكت اي شغل تم لصالح البروجكت اوكي انت المفروض تعمل له بلان تخطط له من البدايه تعمل له تراك تكون عارف انه والله الحاجه دي حصل فيها شنو اوكي وتعمل لها ريبورت في الوقت المناسب لانه احنا امبارح تكلمنا عن انه في الحته بتاعت الانتجريشن انه يا اخي مدير المشروع دايما المفروض يعمل يرفع تقارير يكتب تقارير يرسلها يرسلها لمنو يرسلها متين. اوكي فدي واحده من الريكويرمنتس مانجمنت بلان فاكتورز واحده من وظايف الريكويرمنتس مانجمنت بلان الكونفيجريشن مانجمنت اكتيفيتيز يا جماعه قلنا الكونفيجريشن مانجمنت دي يا جماعه انك انت تكون متاكد ال التيم بتاعك ده شغال في الكرنت فيرجن بتاعت المشروع يعني مثلا انت عملت تغيير التغيير ده ابروفد اوكي جيت التغيير ده غيرت به في السكوب غيرت التايم اوكي الزمن يعني الزمن بتاع البروجكت بتاعك ده المفروض من ينتهي البروجكت ينتهي في سنه بالتغيير لانه عشان الناس دي حيدفعوا قروش زياده قاموا قللوا المده ل 10 شهور اوكي انت المفروض تكون عارف انه التيم بتاعك ده شغال في البروجكت وانه حينتهي في 10 شهور عشان ما تجي تتفاجئ انه والله واحد من من المقاولين بتاعك لسه ما بدا شغله معينه اوكي لانه هو خاتي في باله انه المشروع ده بينتهي بعد 12 شهر ودي مشكله بتاعت كوميونيكيشن ومشكله دي بتاعت مانجمنت بترجع للبروجكت مانجر فانت الحته بتاعت الكونفجريشن مانجمنت دي محتاج ليها عشان تعرف انه اي واحد من التيم بتاعك شغال في الكرنت الكرنت فيرجن اوف ذا بروجكت سكوب لما نقول الكرنت سكوب اوف ذا بروجكت يعني مثلا انت غيرت حصل تغيير في الزمن حصل تغيير مثلا في في التايم السكيدول بتاع البروجكت حصل تغيير في الـ في الـ في الـ في الميزانيه، اوكي؟ الميزانيه بدل تكون 12 مليار عشان إحنا حصل تغيير أه الحكومه فجاه قالت والله يا اخي إحنا حنعمل قطلة للمشاريع، اوكي؟ بدل نديكم 12 مليار حنديكم 10 مليار، اوكي؟ دي طوالي بتجي شنو؟ بتلغي ظلال على المشروع بتاعك، فانت طوالي تمشي تبدا تغير في الإسكوب بتاعتك بتاعك. غيرت في الاسكوب ابروفد التشينج، اوكي؟ تكون متاكد انه التيم بتاعك ده شغال في الـ في الـ في في الخطه الجديده اوكي؟ okay. طيب عندك ال requirements بريورتايزيشن processes انك انت مثلا والله يا اخي نحن العشر شهور الاولى محتاجين لناس عشان يعملوا الصبه اوكي؟ okay. بعد العشر شهور دي الشهرين الثانيين محتاجين لناس يجوا يجيبوا الطوب ويبنوا الشقق جوا في في المبنى، اوكي؟ انت المفروض تكون عارف انه 200 محتاج ليهم الوقت المناسب المحتاج ليهم وما عشان ما يجيك مثلا بتاع الطوب وانت تكون لسه ما ما ما, ما بديت الصبة، اوكي؟ تقوم تحط الطوب ده برا يتكسر يتسرق بعد شوية يحصل تغيير في الأسعار يعني أو تكون أصلاً جبت حاجة ما مطلوبة، اوكي؟ فأنت لازم المفروض تكون عارف احتياجات المشروع ده وتعمل لها بريورتايز. أوكي؟ ترتيبها على حسب الأهمية بتاعتها. المتريكس ذات ويل بي يوزد ذا راشنال فور يوزنج ذيم، اوكي؟ طيب إنك أنت مثلاً نحن نرجع للموضوع بتاع بتاع العماره انه والله يا اخي الاوضه المفروض تكون كم في كم اوكي ده ستاندر مثلا بتاع السودان بريطانيا الستاندرد بتاعها مختلف هنا في السعوديه الستاندرد مختلف لانه انا في السعوديه ملاحظ انه كل الشقق بتلقى الشباك بتاعها صغير جدا جدا اوكي بالعكس عندنا يعني في السودان بتلقى انه ما في بلكونات اوكي ده ستاندرد خلاص بتاع بلد انت المفروض لما لو قدرت تعمل مشروع هنا في السعوديه المفروض تكون الحاجه دي خدتيها في خدتيها في بالك اوكي okay? فدي هي ال, ال, المتريكس اوكي okay? ان احنا بنتكلم عنها مرات المتريكس دي بتكون قياسات فعليه مرات حاجه بتكون راجعه لل, لل, لل للكلشر يعني زي ما نحن هنا مثلا في السعوديه مثلا تمام التريسبيليتي استراكشر ذات ريفلكت اون ذا تريسبيليتي ماتريكس 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 اللي ده ماله طيب ما مشكله بعدلها بعدين فالتريسيبلتي ستراكشر دي يا جماعه اللي هي احنا قاصدين بيها انه اي حاجه انا عايز استخدمها عشان انجز المشروع بتاعي المفروض تكون مسجله وقبل انا ارسلت لكم زي نموذج في الجروب انه ده التريسبيلتي ماتريكس المفروض تكون انت عارف والله يا اخي الايتم رقم واحد اسمه كده ومنجيبه من كده والطلب عامر عشان يعمل به الحاجه الفلانيه واللي بيعمل تشك فلان الفلاني، اوكي؟ دي التريسيبيلتي ماتريكس، فمفروض يكون عندك تيبل زي ده في المشروع بتاعك تكون كاتب فيه الحاجات دي ومعلقه في الـ في الـ في المكتب بتاعك، يعني انت لو مشيت واحد مثلا مشى مكتب, مكتب بتاع مدير مشروع كده بيجي الحاجات دي كلها معلقه عنده. تمام؟ فاي سؤال يا شباب؟ سؤال ما في سؤال، اوكي؟ طيب نجي للحاجه اللي بعدها انتهينا يا جماعه من الـ من الـ من السكوب مانجمنت اوكي انتهينا منها خلاص رتبناها ظبطناها طلعنا منها بحيتين اللي هي البروجكت طلعنا منها بالسكوب مانجمنت بلان الخطه بتاعتنا وطلعنا منها بالريكويرمنت مانجمنت بلان نجي للحاجه الريكويرمنت دي ذاتها نحن حنجمعها كيف؟ نحن محتاجين لشنو عشان ننجز المشروع بتاعنا ده؟ وحنلموا كيف الحاجه دي نجي نشوفها هنا في البروسيس دي طبعا دي تقريبا اكبر حته انت محتاج ليها لتولز اند تكنيكس لانه فيها جمع معلومات فيها جمع بتاع كواليتي تشيكس فيها كيف انك انت الداتا دي ذات جمعتها انك كيف تحللها كويس محتاج لشنو عشان السكيلز اللي انت المفروض تحلل بها البيانات دي اوكي في البدايه انت الانبوت بتاعتها محتاج طبعا اكيد للبروجكت شارتر في كل الاسكوب يا جماعه انت محتاج للبروجكت تشارتر في كل البلاننج محتاج في الانتجريشن انت محتاج للبروجكت تشارتر يعني تقريبا البروجكت تشارتر انت محتاج له في معظم الحتا... الحتات بتاعه البلاننج اي حته بتاعه بلاننج انت محتاج للبروجكت تشارتر لانك بترجع له وبتشوف انه والله الاوبجكتيف بتاعت البروجكت دي شنو والمسؤول ال... ال... الستيك هولدر ال... الستيك هولدر منه والسبونسر منه تمام انت في البروجكت مانجمنت بلان محتاج للسكوب مانجمنت بلان قبل شويه جهزتها وطلعتها من الفرن دي محتاج لها هنا محتاج برضه للريكويرمنتس مانجمنت بلان بتاعت المعاهد طلعت طلعتها سوا محتاج للستيك هولدرز انجيجمنت مانجمنت بلان دي لسه نحن ما جينا دي في ال في ال في الـ في النولج اريا رقم 10 اوكي الدوكيومنت المحتاج ليها محتاج للاسامشن لوج لانك انت هنا دار تجمع احتياجات المشروع ففي في مهمه جدا انك انت تكون عارف الأسمشن بتاع المشروع ده شنو دي حتعرفها وين حتعرفها من الاسامبشن لوك الليسون لين ريجستر قبل كده المشاريع اللي تنفذت، السكوب الـ, الـ يعني عملوا له مانج كيف اوكي محتاج للليسون دي هنا محتاج للبزنس دوكيمنت في البيزنس دكومنت انت محتاج للبيزنس كيس اللي هي دي تبع البروجكت تشارتر انه والله يا اخي البروجكت دي ذاته فكرته شنو ال الاسبونسر ده داري لشنو من المشروع ده اوكي فانت ده لازم تكون عارفه هنا بعد محتاج للأجريمنت يا جماعه مهمه جدا هنا الأجريمنت عشان تكون عارف انه والله يا اخي ان البروجكت بتاعي ده مفروض يطلع عماره خمسه طوابق ده اتفاقك مع الـ مع الـ مع الـ 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 الاسبونسر انه الشكل بتاعي يكون كيف عشان بعدين لو حصلت اي حاجه انك انت بترجع agreements بتاعك لو في اي agreements مع الـ مع السيلرز اوكي وين كان الحته دي انت لسه ما عملت اجريمنت مع السيلرز الا في حاله انه البروجكت ده مفروض يبيع حاجات يعني الريزلت بتاعته مفروض تتباع لسيلرز فهنا لازم يكون عندك agreements معاهم انه شكل الحاجات هم عايزين شنو عايزين مثلا صابون شكله يكون كده عايزين والله مثلا سبير بارتس للحاجه الفلانيه اوكي okay. عايزين والله مثلا طوب عشان يعملوا بيهو يبنوا بيهو مساكن لل للعمال مثلا في شركه جياد اوكي okay. فانت لازم تكون الاجريمنتس ال دي لازم تكون هنا معك اوكي okay. اوبفيسلي انت محتاج Enterprise Environmental فاكتورز اوكي okay. ومحتاج للاورجنايزيشن اورجنايزيشنال بروسيسز اسيت يلا التولز ان تكنيكس دي هنا كثيرة لكن مهمة اكسبير جادجمنت يا جماعة اكسبير دي اتكلمنا عنها انه الناس الخبرة اوكي هنا انت محتاج للناس الخبرة في في الحتة بتاعت السكوب اوكي من ضمنه الناس بتاعين الـ الريسك الناس بتاعين الكواليتي اوكي بتاعين اي زول عنده خبرة في 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 حاجة بنتيجة مشروعك المشروع بتاعك ده او كيف انك تدير بال المشروع انت محتاج هنا عشان تحدد النطاق بتاع السكوب اوكي في حاجه يا جماعه اسمها البروجكت سكوب وفي حاجه اسمها البرودكت سكوب البروجكت سكوب ده اللي هو نطاق المشروع والبرودكت سكوب دي نطاق الحاجه اللي انت المفروض تنتجها شنو انت والله مثلا البروجكت ده بتاعك ده عايز يطلع مطبخ لنهايه اوكي مفروض بعدين لما ننتهي وكده النطاق بتاع المشروع بتاع النطاق بتاع الحاجه البنتيجة يكون مطبخ مطبخ شكله كيف يكون مثلا فيه في 8 دواليب هنا و8 دواليب هنا وتحت يكون فيه المصطبه وفي النص يكون في شنو اوكي دي كلها دي احنا بنسميها البرودكت سكوب اللي هي نطاق الريزلت بتاع المشروع بتاعك وفي البروجكت سكوب اللي هي نطاق المشروع فانت ده لازم تكون عارفهم يعني ومربوطات مع بعض يعني طيب انت هنا محتاج يا جماعه لتجمع داتا داتا جاذرنج اوكي عشان انت تخد اي سكوب تخد له النطاق بتاعه المحدد يعني مثلا انت عايز تعمل اه, الحته بتاعت الريسيرش في السودان اوكي okay? يعني انه والله الجامعات ديل اشتكوا وقالوا انه الريسيرش ما عندنا الريس... فريم ورك للريسيرش جابوك انت كمدير مشروع اوكي وزاره التعليم العالي تعاقدت معاك انك والله يا اخي نحن عايزين انك تعمل لنا مشروع ادوك ال... البروجكت شارتر اوكي وخلاص يعني انت المفروض تبدا المشروع بتاعك ده طيب انت عشان تعرف انه المشروع ده بالضبط عايز شنو ده النطاق بتاع المشروع انت عشان تعرف بالضبط انه والله يا اخي الموضوع ده ما عنده علاقه بالمناهج ده في الاسكوب يعني البروجكت بتاعك ده لازم تحدد في الحته بتاعت الاسكوب انك البروجكت ده محتاج ليه في شنو؟ يطلع لك شنو؟ والحاجات المفروض ما تعملها شنو؟ ما عندك علاقه بها. اوكي؟ طيب الحاجات دي تجمعها كيف يا في حاجه اسمها برين ستورمينج عصف ذهني. عصف ذهني من الستيك هولدرز، عصف ذهني من التيم بتاعك، اوكي؟ تطلع منهم المعلومات. عندك الانترفيوز تعمل مقابلات مع مع اكسبيرت جادمنت تمشي تعمل مقابلات مع الطلبه ذاتهم اللي عندهم مشكله بتاعت ريسيرش مع الاساتذه بتاعين الجامعات اوكي مع ال... ال... الشركات اللي بتنتفع من الريسيرش بتاع ال... بتاع الجامعات كويس دي كلها بتعمل معاهم انترفيوز في حاجه اسمها الفوكس جروب الفوكس جروب دي اللي هي تجمع الناس ديل اوكي ما بالضروره الناس ديل يكونوا خبره تجمعهم وتحطهم في جروبس عشان يبدوا يناقشوا بدل انك انت تناقش اي واحد فيس تو فيس تجيب الناس زي كلهم والله يا اخي مثلا ديل الطلبه بتاعين مثلا الميكانيك انا الليله حاجي اقعد مع الطلبه بتاعين الميكانيك ديل اوكي او شخص معين انت بتخليه مثلا والله دكتور انور انا دارك تمشي تقعد لي مع الطلبه بتاعين الميكانيك ديل عشان تطلع لي الداتا الفلانيه اوكي انا والله يا خالد عايزك تيجي تمشي تقعد مع مع الاساتذه بتاعين الانجليزي عشان تطلع لي معاهم الداتا كده يعني كويس او ممكن يكونوا طلبه برضه. طيب انت جمعت الداتا بتاعتك دي انت لازم تعمل ليها تحليل. ازر وايز انت بتكون يعني ما استفدت منها حاجه يعني. فالتحليل بتاعي يا جماعه بتعمل حاجه اسمها دوكيمنت اناليسيس اوكي بتجيب الحاجات دي كلها مثلا انترفيو الانترفيوهات دي عملت لها اناليسيس طلعت بالنتيجه الفلانيه، جبت السيرفيس دي كلها لقيت والله فعلا انه المشكله في انه ما في ما في ما في فريم وير. اوكي ما المشكله في الكواليتي بتاعة الطلاب ولا الكواليتي بتاعت الكورسز ولا كده المشكله في بس الفريم ورك بتاع الريسيرش بتاع البحث تمام طيب انت بعد ده مفروض تجي تتخذ قرار يعني انت جمعت الداتا اوكي عملت لها تحليل يلا انت لازم تجي تتخذ فيها قرار عشان تحدد السكوب بتاعت البروجكت بتاعتك عشان تحدد نطاق المشروع ونطاق الحاجه اللي هتنتج عن المشروع اوكي في حاجه اسمها فوتنج اللي هي التصويت اوكي نحن حنجي نتكلم عن البوتينج ده في السلايد الجايه بنوع من التفصيل لانه بلاقينا في حتات ثانيه في حاجه اسمها مالتي مالتي كريتيريا ديسيشن اوكي انت بتتخذ ال, 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 القرار ده علي, على حاجات معينه يعني انه آ, آ, اللي هي الكريتيريا اللي هي الكريتيريا آ, خالد معايير مع نعم معايير معايير بالضبط كذا شكرا ففي معايير معينه انت بتا بتعملها عشان تصل بها للغرار للقرار السليم اوكي طيب انت حللت الديتا بتاعتك دي الديتا بتاعتك دي اللازم تيجي تعريضه اللي هي تعمل لها ريبريزنتيشن عشان تتاكد انه الامور كلها تمام في حاجه اسمها انفينيتي دايجرامز انفينيتي دايجرامز دي طبعا الافكار اي افكار بتخطها في جنبها يعني بتعملها دوائر بتعملها يعني بيستعملوها دائما الناس بتاع التريننج يعني يكون مثلا خاتي مثلا الطلاب هنا في الدائرة دي هنا الأساتذة هنا وبعد يجي يعمل لينك بيناتهم كده اللي هي دي بيستعملها دائما تعمل جروب للأفكار مجموعات للأفكار يعني أنت طلعت من الديتا بتاعتك دي حللتها طلعتها بأفكار محددة بتجي تعملها في جروبس أوكي بتجي تعمل حاجة اسمها المايند مابينج اللي هي بيسموها شجرة شنو كده ما بعرف بالعربي كويس برضه قريبه منها انه والله مثلا الطلاب الطلاب ديل آه المنهج بتطلع سهم كده المنهج بيطلع سهم كده مثلا المحاضر يطلع سهم كده الشركه اللي حمشي تدرب فيها اوكي عشان تجي تطلع لي نتيجه يعني اوكي طيب انت محتاج برضه للحاجات دي كلها عشان تجمع الداتا وتعمل ليها تحليل وتتخذ منها قرار وكيف تعريض العرض السليم محتاج ليه interpersonal سكيلز الانتربيرسونال سكيلز هنا يا جماعه انه من الجروب تكنيك انك كيف تختار الجروبات على اي اساس انت اخترت الجروبات دي اوكي بتمشي تعمل لهم اوبزرفيشن كيف بتراقبهم كيف اوكي مو من التيم بتاعك اللي بيمشي يراقبهم اوكي لازم انت تختار ناس من طبعا الحاجات دي انت كلها ما بتعمل انت براك اوكي لازم يعملوها معك ناس وهنا يا جماعه في المرحله بتاعت السكوب عادي ممكن تخلي زول يعمل عليك يعمل عنك حاجه يعني ما زي الانتجريشن الانتجريشن ما بتقدر ما بت يعني كل الحاجات انت المفروض تكون في راسه انت اوكي لكن هنا في الحته دي ممكن تخلي شخص ثاني تخلي مثلا زبير والله يا اخي انا دارك تمشي تعمل لي الحته بتاعت ترشيح الجروبات يعني ترشيح المجموعات اوكي okay. والله يوسف يا اخي انا دارك تمشي تعمل لي اوبزرفيشن للانترفيوهات اوكي okay. او انت ذاتك تمشي تعمل لي الانترفيوهات انا والله يا محمد عثمان عايزك تعمل كده انا والله يا روى عايزك تمشي تعملي facilitation. فاسيليتيشن okay. اوكي حنجي نتكلم عن الفاسيليتيشن دي بصوره اوسع شويه يعني في الـ في جاي اوكي okay. طيب جمعت الداتا بتاعتك دي وصلت للافكار وكده في حاجه اسمها اجماع الكونتكست دايجرام اوكي Context دايجرام ده اللي هو انك انت بتكتب فيه الحاجات بتاعتك كلها مثلا انترنال اكسترنال تاثير يعني هو دايجرام اللي هو يعني ممكن تكون يكون مر عليكم يعني فبرسل لكم في الجروب نموذج له يعني فلكن تخليه واضح يعني Context دايجرام طيب عندنا حاجه اسمها البروتو البروتوتايب البروتوتايب دي بالعربي انا ما أعرف عارف المعنى بتاع الكلمه النايلة لكن البروتوتايب دي مثلا انت داير تعمل داير عايز تعمل مثلا سوفت وير اوكي بتقوم بترسم له خريطه اوكي مثلا والله الويب مثلا الويب ووبص... خلونا في ويب سايت مثلا عشان تكون واضحه انا الويب سايت البروتوتايب بتاع الويب سايت بتاعي ده آه... مثلا الصفحه الاولى شكلها يكون كيف المقاسات بتاعتها تكون كيف نموذج شكرا جزيلا آه... مثلا انا والله عايز في الكونتاكت كونتاكت اس المفروض يكون في ال... في تويتر في فيسبوك في رقم تليفونات وكذا يعني الحاجه دي كلها ترسومه في 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 سوفت وير معين او بالورق يعني فدي احنا بنسميها بروتوتايب وزي ما قال زي ما قال الزبير نموذج تمام الحاجه دي كلها انت عايز تطلع ليش يا جماعه عايز تطلع منها بحاجتين الريكويرمنت documentation دي مهمه جدا جدا اللي هي دي متطلبات المشروع الوثيقه اللي بتكون فيها كل متطلبات المشروع بعد داك عايز تطلع بحاجة اسمها Requirements traceability matrix الجدول اللي انت كتبت فيه كل متطلبات المشروع منو حيعمل شنو وبيعملوا متين وطالبوا منو وانت الحاجة دي عايزة عشان تصل بها شنو تمام يا شباب اي سؤال بروت تايب نموذج مبدئي نعم شكرا نهاد طيب نمشي نحن ما فضلينا كثير طيب نجي لـ the facts about the collected requirements. لأنه الـ ريكويرمنتس collected requirements دي مهمة جداً جداً يا جماعة لأن هي فيها المتطلبات المشروع كلها يعني. هل أنت عايزة عشان تنفذ المشروع ده حسب البلان وحسب الـ objectives بتاعته. طيب هي يا جماعة الريكويرمنت requirements دي هي شنو؟ أنت مفروض تحدد determining documenting. and managing stakeholders needs and requirements يعني أنت في الحتة دي كل جمعت المعلومات وجيت عملت انترفيوهات وسيرفي عشان أنت تحدد وتكتب توثق أوكي okay, وتدير الـ stakeholders needs and requirements لانه قبيل الستيك هولدرز دي اللي جيت انت اجتمعت بيهم في البدايه او اجتمعت بيهم البي ام او او Sponsor في المرحله بتاعت البروجكت شارتر والله نحن عايزين الحاجه الفلانيه انت هنا مفروض تشيل منهم الريكويرمنتس بتاعتهم كلها اوكي okay. انت ذاته هنا في المرحله دي بتشوف منو في الحته بتاعت الداتا كوليكشن منو الستيك هولدرز المحتاج له انت في المشروع ده او هو محتاج للمشروع ده اوكي لانه مرات في ستيك هولدرز ما بكون عندهم يعني ممكن يكون بس جيران المشروع بس انت ديل ما بتتخطاهم لكن برضه بتكون عامل لهم عامل لون بصوره معينه يعني يمكن هنا ما تحتاج لهم تمام لكن لو هم حيتاثروا بالمشروع ده تاثير سلبي او ايجابي انت لازم تمشي تجمع requirements بتاعتهم اوكي تعرف انه هم المشروع ده بيتاثروا بشنو، ممكن بيغبر لون البيت بتاعهم لما دي تحفر ممكن ازعاج عندهم ناس يعني عندهم زول مريض في البيت اوكي عندهم اطفال ممكن الاطفال دي اللي يجوا طالعين يقعوا في الحفر وكذا يعني فانت لازم تكون عارف الستيك هولدرز ديل شنو وحيتاثروا من المشروع بتاعك ده شنو طيب هنا برضه يا جماعه الـ 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 الحته بتاعت الكولكت ريكويرمنت دي بروفايد ذا بيسس اوف ديفايننج the product scope and project scope إن هي بتحدد لك الأساس الفاونديشن بتاع إنه والله البروجكت ده النطاق بتاعه حيكون شنو والحاجة اللي حينتجها حيكون النطاق بتاعه شنو أوكي دي هنا في الحتة بتاعت الـ تمام يا شباب فاينالي الحتة دي يعني ممكن أنت تعملها مرة واحدة في في في, في عمر المشروع كله وفي المشاريع الكبيره بتعملها في اي وقت مثلا جيت نفذت المشروع على المرحله الاولى من المشروع، المشروع ده كبير انت قسمته لبيسز زي ما نحن اتفقنا اوكي انتهيت من المرحله الاولى لما تجي تعمل بلان للمرحله الثانيه بتجي هنا للحته دي اوكي بتجي للحته بتاعت انه آه خلاص تعمل Requirements آه Collection جديده لانه المرحله الثانيه دي ناس مختلفين او الستيك هولدرز محت... مختلفين عنا المتطلبات مختلفه عن المرحله الاولى دي دائما بتكون في المراحل الكبيره في المشاريع الكبيره لكن في المشاريع العاديه الصغيره والمتوسطه مرة واحده بس انت بتعملها ثاني ما بتعملها الا يحصل بس دي هنا الا لما نحصل تغيير حصل تغيير بيكون بس في تغييرات طفيفه يعني ما ما بكون انت عمله من جديد بس بتعمل ابديت لحاجات معينه يعني تمام يا شباب في سؤال تمام طيب نجي حتى Decision Making Techniques. يا جماعه ان شاء الله انا كل محاضره حقعد اتكلم عن واحده من التولز اند تكنيكس دي لان هي مش مهمه لك لل... 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 للامتحان ذاته برضه مهمه لك في, في حياتك العاديه يعني لان هي دي سوفت uh, Skills سكيلز يعني اوكي okay. طيب نحن عندنا يا جماعه ال ال voting بتقسم بيتقسم لثلاث انواع الـ الان الان انميتي Vote، اوكي okay. اللي هو ده يعني بي يعني انا ما... نعم سري او غير محدد غير معلن ما معروف اللي بيصوتوا مين بالضبط كده يعني بيكون بيكون سري يعني كويس يعني بيكون بيكون سري بتعمل الفوتنج بتاعك ده ممكن برضه سيرفي سيرفي يجي يرسل لك ويقول لك لكن ما تكتب اسمك ما تكتب العنوان بتاعك رقم التليفون وكده كويس فده ده واحد من انواع الفوت عندنا الماجوريتي الماجوريتي دائما يا جماعه 50% انك والله في حاجه معينه جبت الناس دي علشان يصوتوا ليها لو وصلت انه والله 50% من الناس قالوا يس yes و50% آه يعني الماجوريتي 50% من ال من الناس اللي قالوا يس yes يعني مثلا عندك آه 100 اوكي صوتوا لك 50 25 منهم قالوا يس yes معناها خلاص يس yes. تمام فالماجوريتي دائما 50% في الحته بتاعه ال عندك البلوريتي اللي هي الاجماع الاجماع يعني مثلا انت من 80 من 100 80 نفر قالوا يس معناه انت حتمشي على ال 80 دي دائما في الحته بتاعت الفوتنج فانت بتستخدمها في لما تيجي تعمل اللي هو كولكتر ريكويرمنتس من الـ من الستيك هولدرز من التيم بتاعك وكده يعني في الاوتو الاوتوكراتيك ديسيشن ميكينج ده شخص واحد هو بيكون مزول بيقول يا اخي خلاص لما نحس انه والله جماعة ما قادرين يوصلوا لنا اوكي هيا خالد انت رايك شنو؟ نحن حنمشي مع راي خالد خالد والله اوكي يس نحن الحته الفلانيه دي آه نشيل آه خلاص نحن حنستخدمها هو خلاص الفوت بتاعه بيمشي فهو ده دا دائما بيكون بيكون شخص واحد في الـ في التيم يعني في التيم او بيكون في في المشروع يعني يمكن انت تكون انت البروجكت مانجر او يكون السبونسر او واحد سينيور يكون هو عنده خبره في الحاجه دي نجي ناديه ونقول له يلا ها بعد ما تناقشنا وكذا نقول له انت رايك شنو؟ رايي والله نحن جو اهيد اوكي ويل جو لا نحن ما ما حنمشي للحاجه دي خلاص حنسمع كلامه اوكي okay. فدي هي الاوتوكراتيك ديسيشن ميكينج في المالتي المالتي كريتيريا ديسيشن اناليسيس اللي هي ده ديسيشن ماتريكس تو بروفايد السيستم يعني دي برضه شنو بتجمع عندها معلومات كثيره على ضوء المعلومات دي بتعمل يعني مثلا والله يا اخي نحن الطوب مثلا الطوب ده والله نحن لو اشتريناه من الحته الفلانيه من استفيد كده يعني ما استفيد انه والله لانه الحته دي قريبه ما حتكلفنا ترحيل قروش بتاع ترحيل كثيره الطوب بتاعه ذاته جميل اوكي لكن مشكلة ما حيجونا في الوقت يعني ممكن يتاخروا علينا نجي نشوف بتاع طوب ثانيين ديل ذاك انت بتجمع المعلومات بتاعتهم وبتصل بتتخذ قرار انك وينو الاحسن ليك يعني للمشروع بتاعك ده تشيل الطوب من ايه ولا بي ولا سي تمام سؤال يا شباب اوكي okay. نجي للفاستيشن سكيلز نحن قلنا يا جماعه الفاسيليتيشن دي اللي هي انك انت تسهيل لل للتيم بتاعك عشان تصو... عشان ت... يعني يتخذوا قرار اوكي طيب نحن في الفاسيليتيشن سكيلز دي يا جماعه عندنا حي... عندنا حاجتين اول حاجه حي... عندنا حاجه اسمها جوينت ابلكيشن اوكي دي يا جماعه لك... بتجيب الناس المخ... المختصين في الحاجه دي اوكي بتجمعهم مع الناس اللي هيعملوا لك ديفلوبمنت للسكوب دي الأسكوب المعينه يعني مثلا انت والله يا اخي عايز نرجع للحته بتاعت البنيان اوكي انت بتجيب ناس مختصين مثلا في في الهيكل مهندسين يعني الهياكل دي مختصين فيها تماما يعني ده شغلهم اوكي بتجي تجمعهم مع الناس اللي لك مع مثلا البنايين بتجي تقعدهم مع بعض عشان يتخذوا لك قرار اوكي انه والله يا اخي اوكي نحن حنقعدكم مع بعض عشان تشوف انه الحاجه المناسبه شنو اوكي دي اسمها واحده من الفاسيليتيشن. اوكي okay. في حاجه ثانيه يا جماعه اسمها quality function development اللي هي دي شنو يا جماعه انك انت على ضوء الكواليتي دي انك انت بتختار ال 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 الحاجه الفلانيه اوكي okay. يعني مثلا okay. uh, determine critical characteristics for new product development اوكي okay. انت والله يا اخي حانتج مكيفات المشروع بتاعك ده هينتج مكيفات، اوكي؟ طيب انت المكيفات بتاعتك دي شكلها هيكون كيف؟ الكواليتي بتاعتها حتكون كيف؟ والله نحن ما حنكون زي مثلا الـ الـ الشركه بتاعت مثلا شركه الجزيره بتطلع مكيفات كده كده لكن فيها مشكله بتاعت كواليتي في الحته الفلانيه، يعني مثلا بتصرف كهرباء كثيره. اوكي طيب انت المعلومه دي اخذتها من وين والله إحنا مشينا واشترينا مكيف عديل كده وجينا ركبناه وبدينا نشوف الصرف بتاعه اوكي دي الحته بتاعه الكواليتي فانكشن ديفلوبمنت اوكي عندنا حاجه هنا اخيره يا جماعه اليوزر ستوريز هنا باي ذا واي يا جماعه الحته دي هنا دي اسمها اليوزر فويس ال او الكاستمر فويس ممكن انت تمشي تستمع للكاستمر ذاته للحاجه هو اللي شنو وتاخذ الكلام بتاعه تمام يعني هو مثلا عنده فكره معينه عن الحاجه الفلانيه وعايزه تتنفذ له انت تاخذ الكلام بتاعه وتمشي تدرسه ما طوال اخذت الكلام بتاعه وتمشي تنفذه لا بتمشي تدر... تدرسه لانك انت هنا في الحته بتاعت بتجمع في ال... في ال... في متطلبات المشروع تمام نجي الحته بتاعت اليوزر ستوريز قبل كده والله يا اخي في ناس يشتروا من مكيفات الجزيره دي والله الحاجات اللي بيعانوا منها واحد اثنين ثلاثه الحاجات اللي جوا كويسه اثنين ثلاثه كده بتجمع المعلومات دي كلها بعد داك على ضوء بتقوم بتستفيد منها في واحده من متطلبات المشروع عشان انك انت تطلع مكيفات احسن من تنافس بيها مكيفات شركه الجزيره او مكيفات الجزيره تمام؟ طيب ان شاء الله نكس ليسون يا جماعه حنواصل بكره باذن الله حنواصل في الـ في الـ في السكوب في السكوب مانجمنت اوكي في النولج اريا بتاعت السكوب فضلينا فيها ثلاثة حاجات، نحن سعيدي يا جماعة عرفنا انه كيف ندير السكوب والسكوب دي ذاتها معناها شنو؟ سكوب مانجمنت عرفنا انه هاو تو كولكت requirements بتاعت المشروع متطلبات المشروع بتاعنا، طيب نحن بعد ده عايزين نحدد السكوب دي ذاته ديفاين ذا سكوب، اوكي؟ قبليها يا جماعة في حاجة اسمها كريت دبليو بي اس، أنا بس ما 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 عملتها هنا، دي برضه من اللي هي رقم واحد بلان uh, سكوب مانجمنت، دي رقم واحد تكلمنا عنها نمرة اثنين كولكت ريكويرمنتس دي اتكلمنا عنها برضو نمرة ثلاثة كريت دبليو بي اس كريت ورك بريك داون استراكشر ده هيكون ان شاء الله بكرة وحنجي في الحتة بتاعت الـ Define Scope و Validate Scope تمام آه أنا كده انتهيت الحمد لله رب العالمين الليسون فالأزيلة مفتوح عليكم أي سؤال تفضلوا أسئلة يا شباب. آه سارة طيب يا دكتور معلش ممكن توضح لنا تاني الحتة البروجكت سكوب والبرودكت سكوب طيب البروجكت البروجكت سكوب دي شنو؟ إنه يا أخي البروجكت بتاعك ده في النهاية عايز يطلع شنو؟ أوكي اللي هي بالعربي النطاق بتاعة المشروع بتاعك إنه والله الحاجات اللي أنت دايرة تعمليها مثلا البروجكت بتاعك ده يقدر يطلع مكيفات اوكي النطاق بتاع المشروع بتاعك ده شنو عشان يجي يطلع لي المكيفات دي انت محتاجه لشنو في البروجكت بتاعك ده عشان تطلع لي المكيفات اوكي ده ده اسمها البروجكت سكوب البرودكت سكوب اللي هي ال ال, ال البرودكت ذاته شكله حيكون كيف المكيف ده شكله حيكون كيف لونه حيكون كيف الكفاءه بتاعته حتكون كيف صرفه للكهرباء حيكون كيف؟ اوكي دي دي البرودكت سكوب تمام اللي هي نطاق عندنا نطاق المشروع دي البرودكت سكوب وعندنا نطاق الحاجه المنتجه ذات المنتج اوكي دي البرودكت سكوب وضحت يا استاذه ساره وضحت ما صوتك ما ما بسمع طيب يا زبير تفضل في <ibernını> التيلرينج كونسيدريشن عندي الجفرنرز ايوه فما واضح الجفرنرز طيب الجفرنس الجفرنس اللي هي انه البروجكت بتاعك ده منو المسؤول منه يعني منو المسؤول منه انت انت واحد منهم مدير المشروع الاسبونسر واحد منهم ال الكاستمر لو هو انت حتنتج حاجه عشان تمشي تبيعها ده برضه واحد منهم والبي ام اللي هو مكتب مكتب اداره المشاريع في الشركه لو لو المشروع ده طالع منهم او الشركه اللي انت فيها فيها مكتب اداره مشروع اللي هو الناس اللي بيحكموا المشروع ده الناس القانونيين المزولين من المشروع بمعنى ثاني طيب الفرق بينهم شنو بين الستيك هولدرز لا الستيك هولدرز ديل اي زول عنده علاقه آه سلبيه او ايجابيه بالمشروع يعني, يعني مثلا المؤثرين المؤثرين في القرارات او كده لا 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 يعني مثلا اقول لك شنو اقول لك مثلا انت دار تبني عماره مثلا اوكي في جنبك مدرسه المدرسه دي ستيك هولدر واحده من الستيك هولدرز لانه بيتاثروا بالمشروع ده ممكن الشارع يتقفل لهم ممكن يكون في زعاج ممكن يكون في كم حاجه هم بيتاثروا سلبا من المشروع ده ممكن هم يتاثروا ايجابيا لانك انت والله يا اخي قلت لهم انه يا اخي انا حابني لكم حمامات اوكي لكن الجفرنس الناس الـ الـ المسؤولين من المشروع المسؤولين مسؤوليه رسميه اللي هو مدير المشروع اللي هم مكتب اداره المشاريع اللي هم السبونسر بتاع المشروع الممول بتاع البنك اوكي ديل هم ال 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 تمام شكرا الله يديك <ت ilgili> العافيه برضو العقودات باي ذا العقودات اللي انت مثلا عملتها مع البدايه كويس يعني اي حاجه عندها علاقه بالليجل برضو دي انت بتدخلها في الحته بتاعت الجفرنس شكرا أيه. يا استاذ اتفضل يا صافي قلت <applause> لك الاستيك زي المناظير والسدود عندنا في السودان زي شنو؟ المناصير المناصير مع السدود يس بالضبط كده يس ايوه اي زول شوف اي زول بيتأثر سلبا او ايجابا بالمشروع ده ستيك هولدر ما بالضروره يكون عنده علاقه مباشره بالمشروع ممكن تكون عنده علاقه غير مباشره فديل بتا... وده مثال جيد جدا اللي انت ذكرته ده يعني ظبط ده مثال آه تمام يعني ادم في, management في الـ الهيت بتاع الريكويرمنت مانجمنت بلان في في الريكويرمنتس البروزيشن بروسيس لما ما ما واضحه كده في شنو بس معلش خلينا نرجع لها ثاني في requirement بلان دي هنا ريكويرمنت مانجمنت بلان انت شايف الـ شايف ال ال السكريبت بتاعتي؟ اه شايفه طيب وين آه. قصدك وين هنا في الانبوت ولا الاوتبوت؟ قال لك الريكويرمنت management مانجمنت بلان ريكويرمنت مانجمنت بلان دي اللي هي الخطه اللي انت بتدير بها المتطلبات المشروع المتطلبات بتاعت المشروع ده شنو هي دي اللي انت يعني الريكويرمنت مانجمنت بلان اللي هي الخطه اللي بتدير بها الريكويرمنت ديل الريكويرمنت ديل شنو ممكن يكون التيم ممكن يكون الريسورسز ممكن يكون يكون السكوب اللي انت حتطلعه اوكي okay, الديليفربولز دي كلها نحن بنسميها متطلبات المشروع requirements فانت ال requirements management plan دي اللي هي الخطه اللي بتدير بها الحاجات دي يعني المتطلبات دي تمام شكرا <applause> الله يديك العافيه آه نهاد آه الـ الـ المايند ما دي قاصد بها شنو يعني رسم رسم خريطه معينه بطريقه المايند ماب دي اللي هي اللي هي مثلا مثلا يعني انت ال ال الست ال الستيك هولدرز بتاع البروجكت ده اللي قسمتيه 3، لقيت انه والله في طلبه بتاع مدرسه جنبكم لقيت انه الجيران بتاع المشروع ولقيتي الناس ذاتهم اللي حيستفيدوا من المشروع يعني اللي ال 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 حيجي يسكنوا في الحته دي أول هم عايزين ال الشقق دي مثلا اوكي بتقومي بتقعدي بترسمي جروب ثلاثه اوكي مثلا دي هنا الطلبه وديل الـ الـ الجيران وديل الناس الزباين اللي حيجوا يشتري الشقق اوكي من اي واحد بيطلع سهم مثلا الطلبه بتطلعي مثلا والله يا اخي بالنسبه ليون المشروع ده هيلث اند سيفتي ايشوز من الهيلث اند سيفتي بتطلعي مثلا سهمين الهيلث اند سيفتي شنو هي كده كويس فالمايند مابنج دي طبعا التدريس والتدريب حاجه روعه جدا جدا حاجه جميله يعني فانت بتكون بتكون مرض عليك طبعا بس احتمال يكون الاسم ايوه 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 دائما بيستعملوها في البرين ستورمينج العصف الذهني صح 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 تمام يعني ناس أسيدي مثلا مثلا ال 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 ده باي ذا واي ده برين ستورمنج لأنه خدت لك الانبوت في 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 حته وخدت لك التول ان تكنيكس في حته وخدت لك الاوتبوت في حته وراسب لك سهم يعني انت بتبدي من اليسار وبتمشي وبتمشي لليمين يعني دي دي برضه ماين ماب. تمام؟ ايوه تمام اي سؤال يا شباب؟ طيب شكرا لكم يا جماعه ويديكم العافيه الكويزز يا جماعه بس معليش نصيحتي لكم ما تخافوا منها، حاولوا يتعودوا عليها كويس ما في مشكله انك تجيب 20 تجيب 30 تجيب 70 دي انا ده بتاعي كويس الايم بتاعي الايم بتاعي بتاع انك انت تتعود على الشكل بتاع ال بتاع ال بتاع, ال بتاع الازلة يعني بعد شويه إذا ذا تايم انت حتكون خبره جدا جدا يعني لما ننتهي من الكورس بتاعنا ده انت بتكون حالي لك اكثر من 400 سؤال فالاكثر من 400 سؤال دي يا جماعه بتفيدك شديد يعني بتفيدك انك انت اول حاجه بتوقع لك المعلومات دي وبتفيدك في الامتحان بتاعك فما ما يعني فرستريشن والحاجات دي ما يعني ما ما يعني ما ما ما, ما, ما تتعقدوا منها وانا فتحت كل النا القديمه كويسه الكويزز القديمه على اساس انه الواحد لو دار يرجع عليها بيرجع عليها فكويزز رقم واحد هتكون لكم واضحه جدا جدا رقم اثنين حتكون برضه واضحة، اوكي؟ بعد شوية لما نصل لكويز رقم 12 الليلة بتاعت الليلة دي حتقول يا أخي ده شنو ده احنا كنا بنهزر. تمام <applause> يا شباب؟ تمام <applause> على... أيوة. تمام. أنا, آه... أنا الكويز بتاع الأربعة والخمسة كان اشتغلتهم ورسلتهم وشفت الريزلت بتاعهم. اوكي. دي زمان قاعد راجع في الايميل لقيت منه الكويز ما ما يتعين عليا ما ما استلمت. غريب، ما مشكلة، خلاص أنا بفتحها ثاني أعملها ثاني ما مشكلة، يعني النتيجة بتاعتك ما ظهرت، لك؟ أنا زمن زمن العمل زمان كان حصل النتيجه ظهرت له اي حاجه لكن بعد ما جيت قبل راجع فيها لقيت انه الكويزات ده اه اوكي 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 اوكي, أوكي، ما في مشكله ما في مشكله انا ذاتي بعد شويه الكويزات دي هعمل لكم بي دي اف وحنزلها في الجروب يعني برضه لو حصل اي مشكله زي دي تكون انت تقدر تقدر ترجع لها يعني تمام شكرا. تمام يا شباب كثر خيركم أكوستر. تصبح على خير نسرين عندك سؤال والله لا كثر خيرك شكرا لك يا دكتور الل الله يديكم العافيه الله, الله يديكم العافيه شكرا لك الله, الله يديكم العافيه بارك الله فيكم النقاش يا جماعه الله يديكم العافيه يا اخي تسلموا والله تسلموا تسلموا يديكم العافيه معلش يا دكتور التفاعل بتاعي شويه ضعيف لانه شغال ومتحرك اي آه لا ما مشكله ما مشكله حمد انا ذاتي ما توقعت لا لا بس انا في العربيه مشغله هنا يعني بسمع اوكي يا سيدي بالتوفيق ان شاء الله الله يديك العافيه. جزاك الله خير يا عامر يا اخي تسلم بارك الله فيك كثر خيركم يا جماعه عامر الشباب ما قاعد نشوفكم تناقشوا في الجروب ناقشوا الواتساب مست... الواتساب مست... جروب ده ما عاملينه آه... للنقاش ها؟ ايوه مهم والله لانه على المعلومه و... ايوه ايوه فعليكم الله يتفاعلوا فيه يعني ما شاء الله الشباب الشباب من السودان يعني محيين محيين الجروب يعني ادم جعفر الشباب ما شاء الله يعني رؤى ما شاء الله الغصوات نحن بالنسبه لنا فرق الزمن طبعا فرق الزمن ايوه صح ايوه لكن لكن برضه ما يعني لو لقيت لك اي فرقه كده حاول تداخل مع الشباب ان شاء الله جدا بالذات محتاجين لخبرتك في المشاريع اللي انت بتعمله فيها وكده يعني جدا ما في مشكله الله يديكم العافيه يا شباب تسلموا تسلموا يا الله بارك الله فيكم يعافيكم ان شاء الله شكرا لكم الله يسلمكم الله يسلمكم الله يسلمكم